يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم.